جوائز نقدية من المركز الثاني حتى عاشر المراكز. إذن على بركة الله مشاهدينا ومتابعينا الكرام تنطلق تحديات ومسيرة هذا المساء مع أشواطنا الخاصة لسن الثنايا ومسافة 8 كيلومترات. تحديات هذا السباق سباق المؤسس طيب الله ثراه، انطلق على بركة الله هذا الشوط السابع ونذهب مباشرة مع أول المراكز وأول التحديات مبشرة. محمد بن ناصر بن العوضي بن يحيى المنهالي ينطلق في أول المراكز ويقدم مبشرة على المركز الأول، بينما ثاني المراكز من الجانب الآخر نتابع المنطلقة المتواجدة على مستوى المركز الثاني. وصلت مشاهدي الأعزاء القادمة مع ثاني المراكز، نتابع المنطلقة الشهانية. محمد بن مبارك بن عبيد بن حارب الشامسي يتواجد شعاره مع ثاني المراكز، بينما المركز الثالث وصلت افتخار لعبد الرحمن بن سلمان بن صالح بن حمد المغير العتيبي، بينما الدخول من قبل مشاهدي الأعزاء والقادمة في هذه اللحظات مياسة محمد بن زعل بن سيب بن دايل النعيم يتقدم مع المركز الثالث، بينما رابع المراكز من الجانب الآخر. نتابع المنطلقة في هذا الشوط الرعبية لكردوس بمحمد بن سالم بن كردوس العام، وعلى خامس المراكز هذه مهمة لأحمد بن سيف بن سهيل الزفين المهيري قادم يعلن تواجد مهمة على خامس المراكز، ولكن حصل دخول في هذه اللحظات من قبل افتخار عبد الرحمن بن سلمان بن صالح بن حمد المغير العتيبي، غير إلى خامس المراكز. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء لمراكزنا الخمسة الأولى، ونعود إلى مقدمة هذا الشوط، نعود إلى ممثل الوثب الدائم شعار العوضي يقدم مبشرة على أول المراكز. محمد بن ناصر بالعوضي بل يحيى المنهال يتواصل على أول المراكز ويقدم لنا مبشرة في المركز الأول، بينما ثاني المراكز تصل من الجانب الآخر الرعبية لكردوس بمحمد بن سالم بن كردوس العامري، بينما المركز الثالث وصلت في هذه اللحظات الشهانية محمد بن مبارك بن عبيد بن حارب الشامسي يتواصل شعاره في هذه المراكز. المركز الرابع رابع المراكز مشاهدي الأعزاء القادمة من الجانب الآخر وتغير إلى ثالث المراكز، هذه مشاهدي الأعزاء اللي تحمل الرقم 32 لحظات بنوافيكم باسمها، بينما خامس المراكز خامس التحديات مياسة لمحمد بن زعل بن سيب بن دايل النعيمي. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء، هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، الفايف ستار على الصدارة. نعود إلى أول المراكز، نعود مشاهدينا الأعزاء إلى مبشرة ومبشرة تبشر بالخير لمالكها محمد بن ناصر بالعوض المنهالي، هذا هو شعار ممثل الوثب الدائم يقدم لنا مبشرة، بينما ثاني المراكز المركز الثاني الدخول مشاهدي الأعزاء، نتابع الدخول من قبل هذه مشاهدي الأعزاء القادمة الرعبية لكردوس بمحمد بن سالم بن كردوس العامري، بينما ثالث المراكز نتابع المنطلقة في هذه اللحظة، هذه الحذرة لعلي بن راشد بن محسن بن عبدان المري يقدم لنا الحذرة مع ثالث المراكز، وعلى رابع المراكز مهمة أحمد بن سيب بن سهيل الزفين المهير يتقدم مع رابع المراكز، وعلى خامس المراكز نتابع الشهنية لمحمد بن مبارك بن عبيد بن حارب الشامسي يتقدم مع خامس المراكز. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء للمراكز الخمسة الأولى، هناك أسماء وشعارات لن يحن موعد تواجدها في عالم الإذاعة، نترقب دخول جديد على المراكز الأولى. نعود مشاهدينا الأعزاء مع مسافة 8 كيلومترات، مسافة الكبار وتحديات الثنايا، نعود إلى المركز الأول إلى شعار كردوس بمحمد بن سالم بن كردوس العامري مع الرعبية على المركز الأول، هذه الرعبية على الكادر الأول، تتابعون انطلاقتها وتحدياتها في هذا الشوط، بينما المركز الثاني الحذرة علي بن راشد بن محسن بن عبدان المري يتقدم مع ثاني المراكز. المركز الثالث مبشرة شعار محمد بن ناصر بالعوضي بن يحيى المنهال يتواجد شعاره مع ثالث المراكز ويقدم مبشرة في هذا الشوط، بينما رابع المراكز مهمة أحمد بن سيب بن سهيل بن زفين المهير يتواجد شعاره في رابع المراكز. المركز الخامس وصل شعار
محمد بن حمد بن عودة العامري قادم مشاهدي الاعزاء مع طموح لتنتزع ناموس هذا الشوط. وهنا شعار بن حمودة يتدخل مع انذار محمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري مع خامس المراكز. هذه النتيجة مشاهدي الاعزاء للمراكز الخمسة الاولى. نعود الى البداية، نعود الى البداية الحذرة، الحذرة وحذاري من الحذرة من الاسماء الخطيرة في هذا الشوط. علي بن راشد بن محسن بن عبدان المري يقدم لنا الحذرة في اول المراكز. المركز الثاني تتقدم في هذه اللحظات مشاهدي الاعزاء الرعبية لكردوس محمد بن سالم بن كردوس العامري، بينما ثالث المراكز تتدخل في هذه اللحظات انذار محمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري على ثالث المراكز. يقدم لنا انذار، انذار لجميع المشاركين، هذا هو الشعار الاقتصادي، يقدم انذار في هذا التحدي مع ثالث المراكز. المركز الرابع مبشرة محمد بن ناصر بن العوض بن يحيى المنهالي شعاره في رابع المراكز، بينما المركز الخامس انذار لمحمد بن غانم بن حمود الظاهري. وهنا القادم من الجانب الآخر نتابع المتدخل طموح محمد بن حمد بن عود بن سعيد العامري يتقدم مع رابع المراكز ويغير من مركز إلى مركز وفي طريق الانتزاع المركز الأول. هذه النتيجة مشاهدين الأعزاء، هذه النتيجة للمراكز الخمس الأولى، خمسة نجوم مشاهدي الأعزاء. ولكن نعود إلى الحذرة، الحذرة الحذرة على الصدارة. علي بن راشد بن محسن بن عبدان المري يريد أن ينتزع ناموس هذا الشوط ويحصل على السيارة. هذه الحذرة على الصدارة، الحذرة على المركز الأول. ولكن وصلت في هذه اللحظات، وصلت مشاهدينا الأعزاء من تتقدم في هذه اللحظة الرعبية لكردوس بمحمد بن سالم بن كردوس العامري. المركز الثالث وصلت مبشرة محمد بن ناصر بن عوضي بن يحيى المنهالي، بينما المركز الرابع، المركز الرابع الشعار الاقتصادي يقدم لنا انذار محمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري، بينما المركز الخامس وصلت في هذه اللحظات مشاهدين الأعزاء، وصلت على خامس المراكز طموح لمحمد بن حمد بن عود بن سعيد العامري. هذه النتيجة مشاهدين الأعزاء، هذه النتيجة للمراكز الخمس الأولى. وتابع أسماء ما بعد المراكز الخمس المتقدمة، أسماء قادمة لا محالة. ولكن نعود إلى الصدارة، إلى الحذرة، الحذرة الحذرة الحذرة، يا سلام، الحذرة تقدم هذا الأداء الممتاز وهذا العرض التلقائي مع شعار علي بن راشد بن محسن بن عبدان المري مع أول المراكز. المركز الثاني وصلت في هذه اللحظات مشاهدين الكرام الرعبية لكردوس بمحمد بن سالم بن كردوس العامري يتقدم مع ثاني المراكز. المركز الثالث هذه مبشرة محمد بن ناصر بن عوضي بن يحيى المنهالي يتواجد شعاره مع ثاني المراكز. ولكن وصلت في هذه اللحظات، وصلت انذار، يا سلام يا سلام يا انذار، محمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري. وعلى المركز الخامس وصلت الشعارات الخطيرة، شعار الزفين مع مهمة أحمد بن سهيب بن سهيب بالزفين المهر يتقدم الى رابع المراكز ويغير في هذه اللحظة. هذه النتيجة مشاهدينا الاعزاء، هذه النتيجة. ولكن وصلت في هذه اللحظة شرارة عبد الله بن علي بن راشد الغفلي اول اذاعة لشرارة من تصل وتغير الى المركز الرابع. هذه النتيجة مشاهدينا الاعزاء، هذه النتيجة للمراكز الخمس الاولى. ولكن نعود الى المركز الاول، السيارة مشاهدينا الاعزاء بانتظار الفائز بالمركز الاول، تويوتا ستيشن جي اكس بانتظار الفائز بالمركز الاول. ولكن الحذرة، الحذرة مسيطرة على مجريات هذا الشوط لعلي بن راشد بن محسن بن عبدان المري على المركز الاول. ولكن وصلت في هذه اللحظات، يا سلام يا سلام القادمة، وصلت الرعبية لكردوس بن محمد بن سالم بن كردوس العامري. وهنا الشعار الغفل يتدخل مع ثاني المراكز يقدم شرارة عبد الله بن علي بن راشد بن محمد بن طارق الغفلي، غير في هذه اللحظات واستلم المركز الاول. المركز الرابع، المركز الرابع وصلت في هذه اللحظات، وصلت مبشرة محمد بن ناصر بن العوضي بن يحيى المنهالي. وعلى خامس المراكز مثيرة عبد الله بن عيد بن صياح المنصوري، وصل طيار الوثبة لاول دمع مثيرة مع خامس المراكز. هذه النتيجة مشاهدينا الاعزاء، يا من يتابع قناة الريان في هذا الحدث الكبير، في هذا السباق الكبير، سباق المؤسس طيب الله ثراء.
يعود إلى المركز الأول مع الكادر الأول شرارة. شرارة أشعلت هذا التحدي. 2 كيلومترات، 2 كيلومترات يا مضمرين يا متابعين. هنا شرارة على الصدارة، عبد الله بن راشد بن محمد بن طروق الغفلي يقدم شرارة على المركز الأول، ولكن وصلت في هذه اللحظات الرعبية لكردوس بن محمد بن سالم بن كردوس العامري يتقدم مع ثاني المراكز. المركز الثالث وصل طيار الوثبة ليحلق مع مثيرة. عبد الله بن عيد بن صياح المنصور يتقدم مع ثالث المراكز ورابع التحديات، رابع الأسماء شعار بن عبدان مع الحذرة. بينما المركز الخامس الشعار الاقتصادي يقدم انذار محمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري. ولكن نعود مشاهدينا الأعزاء، نعود مع التحديات الجميلة. يا سلام يا سلام يا الغفلي على الصدارة. 1500 متر، 1500 متر، هنا شعار الغفلي يقدم شرارة. عبد الله بن راشد بن محمد بن طروق الغفلي على المركز الأول، هذا هو شعار الغفلي على الصدارة. بينما ثاني المراكز وصلت في هذه اللحظات، يا سلام الرعبية، كردوس بن محمد بن سالم بن كردوس العامري يتقدم مع ثاني المراكز، ولكن مثيرة، مثيرة من الأسماء الخطيرة في هذا الشوط مع طيار الوثبة. عبد الله بن عيد بن صياح المنصوري يتقدم مع ثاني المراكز. بينما المركز الرابع انذار، انذار لجميع المشاركين، وصل الشعار الاقتصادي مع رابع المراكز محمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري. ولكن نعود إلى البداية، نعود إلى البداية. يا سلام يا سلام يا المركز الأول، الرعبية على الصدارة، كردوس بن محمد بن سالم بن كردوس العامري شافت خط النهاية، شافت المنصة الرئيسية. هذه مشاهدي الأعزاء الرعبية، ولكن الله يا شرارة، شرارة أشعلت المنافسة والتحدي، ولكن مثيرة، مثيرة مع هذا الأداء المثير. عبد الله بن عيد بن صياح المنصوري، ولكن خلاص خلاص مشاهدينا الأعزاء، هذه مشاهدينا الأعزاء تتقدم في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام يا المركز الأول، الرعبية على المركز الأول، ولكن شرارة، شرارة مع ثاني المراكز. هنا الرعبي في المركز الأول، كردوس بن محمد بن سالم بن كردوس العامري. السيارة مشاهدي الأعزاء مع الغفلي يقدم شرارة، شرارة من أشعلت نار المنافسة والتحدي في هذا الانطلاق، في هذا الانطلاق المميز مع 300 متر الأخيرة. غادرت إلى خط النهاية بمتابعة المهندس حمد بن بطل الغفلي من يتابع هذا الشعار مع شرارة. شرارة مشاهدي الأعزاء تهدي السلامات إلى أبناء الإمارات، إلى أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة. تهانينا والناموس لحمد بن بطل الغفلي، ونهني مالك شرارة عبد الله بن راشد بن محمد بن طروق الغفلي على هذا الفوز المميز وحصول شرارة بالمركز الأول. المركز الثاني جاءت فيه المركز الثاني الرعبية لكردوس بن محمد بن سالم بن كردوس العامري. المركز الثالث وصلت فيه مشاهدي الأعزاء مثيرة لعبد الله بن عيد بن صياح المنصوري. بينما المركز الرابع كان الوصول من طموح لمحمد بن حمد بن عود بن سعيد العامري. المركز الخامس وصلت فيه مشاهدي الأعزاء الحذرة لعلي بن راشد بن محسن بن عبدان المري. تهانينا والناموس مشاهدي الأعزاء لمالك شرارة على هذا الفوز وعلى هذا الإنجاز المستحق. نهني عبد الله بن راشد بن محمد بن طروق الغفلي على هذا الفوز، ونهني أيضا حمد بن بطل الغفلي من تابع هذا الشعار. 12 دقيقة 39 ثانية، 8 أجزاء من الثانية هو توقيت شرارة صاحبة المركز الأول في هذا الشوط. تهانينا والناموس. المركز الثاني الرعبية لكردوس بن محمد بن سالم بن كردوس العامري. 12 دقيقة 41 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. بينما ثلاث المراكز وصلت في مشاهدي الأعزاء مثيرة وتوقيت مثيرة صاحبة المركز الثالث. نهني طيار الوثبة عبد الله بن عيد بن صياح المنصوري من أتى مع ثالث المراكز مع مثيرة. 12 دقيقة 49 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.